اهلا وسهلا بقناة روري جيمز. اليوم راح نلعب بيكي اكس دي. اليوم بدي اعمل هذا الصاروخ مثل الصاروخ الثاني، يعني اوكي وين الصاروخ راح؟ مش حطيته. طيب تحط هذا الصاروخ هون. اوكي الصاروخ من اول هون، هنا ازرق. طب دقيقة، من هون احمر، لا مش احمر، هاد هيك، ومن فوق هون دقيقة يمكن ازرق. ايوة ازرق، ومن هون بنفسجي اظن، ما تحكي مش ماي، ما عندي بنفسجي، بعرف انه في بنفسجي بس بدون لون، او عادي لون بدون هيك. دقيقة خليني اتأكد اول. اها وهي صاروخي صار مثل الصاروخ هذا، الصاروخ الصغير صار الصاروخ الكبير. يا حبيبي طيب خليني اشوف بلاي، استنى شوي بليز ما يكون يعني الشيء اللي اشوف الصورة. اذا اخذنا الصورة ايوة، وهلأ كل البيت، كل البيت رح عبارة عن بنفسجي ابيض ازرق، لا مش ابيض، يعني الوان الصواريخ. يس، مع السلامة لكل هاي الأشياء. goodbye. طيب بدي أشيل كل إشي، فيمكن ياخد وقت. شيل 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 شيل، يكون من جوا نفس الشي. هذا مش عارفة ليه ما عم بتشال. أها خلاص، مشان أشيل شيل شيل، مصطفى مش حاطة هاي الأشياء، مش تعرف ليش. وهاي كمان تبع محل الحيوانات، أو لا مش محل، شي عادي. هاد شكله هون لما بدأ الكريسماس، لانه مبين كل اشي هون كريسمس. كيف بدي هلا اشيل هدول؟ ما اعرف ليش حطيت هدول. دقيقة كيف بدي اشيل؟ اها اوكي شيل، يلا شيل، يلا يلا. هاي هذا اظن حمام كبير جدا، حمام يعني ما بعرف ليش عملته حمام اصلا. ايه لسه ما خلصنا. طيب هاي هاي شيل كمان، اظن هاي خلاص، هاي اول منطقة خلصناها خلاص، فاضي زي الفل. يس هلا هون، هون كمان فاضي، هيكون بس ممكن مكان البنفسجي اخليه. يس اخليه
مش حطيت هدول الأشياء. شيل وشيل هون مكان الهالوين، شيل. يلا مو بهتم بهاي الأشياء طبعا، خلاص. وأعمل كل لون مختلف. أيوة كل غرفة إلها لون. أيوة خلاص هيك أحسن، مش كله بنفسجي، لأنه مستحيل يكون عندك بنفسجي. فهي أول لون بنفسجي خلصنا. شيل هذا طبعا لأنه ما أعرف إيش الفايدة منه، سو شيل 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 شيل. هون ممكن اخليه لون الابيض يمكن، او الجراي رينبو هسمي هذا. شيل وهاي كمان ما بنشال وخلاص. هذا خليه، هذا تماما خليه. بس فوق ونروح، اي مش حاطة هون كتير اشياء وخلاص. سو اول لون بدي هلا انزل اعمل، انزل اول لون هذا خلصناه خلاص. شوف اذا في لون تاني بيناسبه، هذا كتير حلو. اوكي هون راح يكون لون الاحمر طبعا، حتى اشوف اذا عندي لون الاحمر ولا لا. يا رب يكون معي بليز، يكون معي لون الاحمر هذا الرائع. اشتري هذا، لا بينك، لا وردي، هذا ما بدي اشي وردي. احمر، هذا احمر احمر. اوكي نبدأ من هون. اول شي هذا هنحطه، وهنحط هذا كمان. أو أيوة دقيقة هيك وهيك. في طاولة حمراء، لأنه طيب دقيقة حط هاد وبحط هذا هون. هذا بيكفي بوسع، ما بوسع. في هذا احمر، احمر كتير كمان، ولكن مش قابل ينحط ابدا بأي مكان. يعني في كتير اماكن فارغة بس مش قابل ينحط. هذا حط واحدة منه انه ما كتير يسع. هاي في، واو في كتير اشياء حلوة هون. هذا بيت كتير هيكون رائع. طيب طبعا هشتغل فيه لما اخلص فيديو طبعا، لانه طبعا هذا رح ياخد بلاوي سنة ما بعرف ليش. انا بس بدي طاولة. واو اشياء الكريسماس كمان حمرة، يس. شي هذا شي كتير رائع. ايوه نروح هذا، لا طبعا لازم يكون عليه الاثاث اشي لونه احمر. دقيقة كيف بدي، اوكي انزل تحت. في فوق كمان اشياء حمراء، بس بدي الاقي طاولة اول عشان بدي احط الكراسي. اشي احمر احمر. في هذا، هذا تقريبا احمر تقريبا لانه عليه خطوط حمراء فهنعتبره احمر. هذا طبعا احمر. شوف هذا احمر. اوكي
هاي طاولة، والله ما بعرف مش هاي الطاولة بالضبط. هذا طاولة، هاي في طاولة هون، خلاص هذا أحسن إشي. دقيقة، حط الكاسي، هاي كرسي، سؤال ولا مش كرسي؟ لأني مش عارفة ليه إحساسي بيحكي إنه هذا مش كرسي، إشي أساس هيك عادي، بس أوكي عادي خلاص، لأنه إذا مش كرسي خلاص إيش فيها؟ على القليلة أحمر، واو مش طبيعي. أوكي حط هذا، هذا هون، واو اشي كتير رائع هذا البيت هيكون. طبعا نشوف اذا في كمان اشي احمر، هذا عليه احمر بس ايش الاحمر اللي فيه؟ هنحط هاد شوي يكون هيك، انه في شوية احمر، شوي احمر يعني يعتبر احمر. خلاص هاي قانون جديد، هذا احمر احمر تقريبا بس شكله وردي، ولكن هذا رائع هيك. وهون احنا نعمل، بحط كمان هون هذا، لا تقريبا البومكن تقريبا مش شكله برتقالي، فنعمل برتقالي. هاي في اشي احمر للنوم، وكمان اشي احمر تاني للنوم، لانه لما تنام جوا بيكون شوية احمر. فيس ياي، حاسة في اشي ناقص، في اشي ناقص. طيب ونشوفكم في الفيديو الجاي، باي.